منعهم من التعليم، تقليص وجبات الأكل، رحلة النقل في البوسطة. عن جد هاي انتهاك كبير. وكمان إنه يعني الزنازين اللي بنحطوا فيها، المساحة الصغيرة اللي بالسجن، إنه فيش المساحة القانونية لكل أسير، إنه كتير الغرف صغار، الواحد مقدرش يتحرك فيهم. قبل تقولي لا اعمل لك تابع حسن، هذا عن محمود درويش، حكيان شخصي، لا في حكي عن شخص، الحمد لله على سلامتك، هذا اعتراسنا، وإحنا بدنا إياك تكوني السفيرة الدائمة لفلسطين بس برا السجن، بدناش نرجع للسجن. مخابرات لأن بنذكرك بالمخابرات الثانية، مش هذا الشاب. عمل الحملات عشانهم نفس الحملات اللي عملت لتكون لباقي الأسرى والأسيرات، وعن جد بتمنى إنه الكل يدعم الأسرى، إنه يحكي عنهم ويوصل رسالتهم. أكيد راح أكمل بنفس الطريقة، بالإضافة إلى إنه راح أتعلم القانون عشان أصير محامية ودافع عن القضية الفلسطينية. عزل ومقاطعة وملاحقة إسرائيل كمجرم حرب، وبتمنى إنه الكل يدعم القضية الفلسطينية. من القدماء الجيل المؤسسين المؤسس. فأنا محمد أنيس الفتيح أحد المزمة التاريخية المؤسسة في حركة فتح. لما فكرة من أكثر من أصدقائي لما جينا على الوضع من 94